السيستاني بحسب ما أعلم أصدر فتوى في تكفيري وجواز قتلي. أنا لا أدري هل الذي كتبها السيستاني أو محمد رضا السيستاني. صحيح لم يظهروها إلى العلن، لكن في أكثر من محاولة لقتلي حينما يطالبونهم بصيغة شرعية تجيز لهم قتلي، محمد رضا السيستاني يبرز لهم الفتوى. لا أدري هل يبرزها بشكل مخطوط مكتوب أو بشكل شفهي، ينقل لهم الفتوى عن أبيه. هل هذه الفتوى صدرت من أبيه أم من عنده؟ لا أدري. وحينما اتفقوا مع جهة من الجهات أن يختطفوني أي يقتلوني، مع جهة معروفة، طالبوهم بفتوى وسلموهم صيغة فتوى من أنني كافر وخارج من الملة بهذا التعبير، ولذا يجوز قتلي. هذه معلومات دقيقة. أنا متأكد محمد رضا السيستاني سيتفاجأ من معرفتي بهذه المعلومات. عند الكثير يا أبو حسن، أنا أعرف الكثير، هم لا يبرزون هذه الفتاوى يخافون مني من لساني، لأنني سأكشف عوراتهم. إنني أحدثكم عن حقائق، عن حقائق. هؤلاء هم الذين يحبثون بدينكم ويضحكون عليكم. أنا أؤكد هذا، أنا خارج من الملة الطوسية الخرائية السيستانية، أنا خارج من هذه الملة وكافر بها، وأتبرأ منها جملة وتفصيلا، ظاهرا وباطنا، سرا وإعلانا، أولا وآخرا. قطعا أتباعهم سيكذبون كلامي، أنا لا أبالي بهم حتى أبالي بأتباعهم، لكن صدقوني أنا أخبركم الحقائق. هذه حقائق وعندي الكثير من تفاصيلها، عندي الكثير من تفاصيلها وأرقامها ومعطياتها، فأنا لا أتحدث من فراغ.